اللهم اني اتقرب اليك بهذا الشهر العظيم جملته وتفصيله وبحدود دينك العظمى الذين هم مقاصد تاويله ان تعينني على ظاهر صيامه وقيامه ومعرفه باطن اركانه وعلامه وان تكرم به مثواي ومتقلبي وتسعد بالتاليف بين ما ظهر منها وما بتنا دنياي ومنقلبي وان تجعلني ممن عانس ليله القدر التي هي خير من الف شهر فحظي برفيع المنازل فهدي بمعرفتها صراطا مستقيما فأمنا من المجاهل وأن تجعل ما يليه من العيد الشريف مقابلا لي بقبول الآمال وبلوغ الآمال قاضيا لي بمرضات كبير المتعال اللهم احمل أني من شكر نعمتك بقوتك ما لا يحتمله ضعفي واقضي أني من فرضه ما يكسر دون ذكره وصفي اللهم فكما أنعمت علي من هدايتك بما أنت له أهل ولم يشد إليه من مقاصد همتي رحل فمتعني بما أوليتني واهرس لي ما أعطيتني وأوزعني شكر نعمتك إذ هديتني اللهم صل على محمد وآله وتقبل دعائي واجب ندائي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك عدم النسير ومقاساة الصعب الأسير بظهور الفساد استعلاء الأسداد فالإيمان مقهور والقرآن محجور وأهله في إسار القلة ونشب الزلة لا يتجاوزهم ذيم ولا يتخطوهم ظلم يضامون فلا يعتصمون بهام ويرمون فلا يجدون من يستجنون به من رام اللهم فإن زماننا هذا زمان فترة وعوان حيرة زاد على المسموع فيه من كلام سابق من بر صادق أن إنه سيحرب المؤمن بدينه من شاهق إلى شاهق فأين الشاهق الذي يحرب نحوه حارب وأين المعتصم الذي ياوي إليه راهب وشقيتي فقد السكام لأنه قد كان لما كان لي عزاء إلهي فتدارك أمة فرقت الهيرة شملها ووضعت كل ذات حمل حملها فلم يبقى من الإيمان في مثل جلد البقرة السوداء إلا مثل الشامة البيضاء وإنهم مع ذلك لعلى أولالا وأكثرهم على شفا جرف دلالا فلو لم يقاس المتوسم بالدين غير هزء المستهزئين لكفى ذلك زقطة ترده على أعقابه وتلهيه عن خوف إقابه اللهم فيا من هو رب هذه البيت قوم ما ترى من أوده وأقم ما ماذا من أمده فبيتك أولى البيوت منك باللحظة وأنت أولى الناس به في الحفظ اللهم سل على محمد وآل محمد واستجب دعائي ولا تخيب رجائي برحمتك يا أرحم الراحمين.